الا كنتي الا ربحتي غتخرج بوحدك، اما انا اخرج الا ربح بابا غنخرج معاك. لا انا هربح ابوك. انت بتعمل ايه يا زوز؟ كنسخن. سخن. عامر سيدان اخباركم ايه؟ تمام. كنت قاعد بتكلم انا والزوز بخصوص الالعاب اللي احنا كنا بنلعبها زمان. مش عارف بقى يعني بدأت ظاهرة كده تطلع ألعاب أصلا مش مفهومة. يعني أنا مثلا أخش منطقة مول مش عارف إيه، يكون فيها جزء للألعاب للكبار والصغيرين، بس في حاجات إيه ده تتلعب إزاي. فقاعدين أنا والزوز دلوقتي بنتكلم. يا زوز أنت كنت بتلعب إيه وأنت صغير؟ بالظبط كده اللعبة. أيوة يعني في ناس كانت بتلعب الكورة، السلة، مش عارف التنس، انت فاهم؟ داكشي في الاول كان حابه نقول لها حابه في السبع طوبات، عارفينها؟ السبع طوبات، نجيب سبع طوبات فوق بعض ونجيب طوبه يا اما كوره بلاستيك ونقوم حدفنها. ما اعرفش لا احنا كنا نلعبوا، الاولاد كانوا يلعبوا الجراو دينيفري، يقولوا له دينيفري وشد الحبل. لا دينيفري راه كل شيء يعرف دينيفري، يقولوا له دينيفري. نلعب شد الحبل. ايه الدينيفري يا زوز؟ دينيفري زريع، يا زريع ليك كتجري كتمشي كتبقى اللي قبطو كيخليوه على الحيط كيتسنى ومشي يقلبوا في مكان يقلبوا يجيبوه. الا ما جابوش غادي يبقى هذاك وقف جيت الحيط حتى تلقاو الاخر باش تلقاو الاخر باش يقولوا دينيفري. حنا اش كنقولوا؟ كتجي على الحيط وكتعطي وجهك على الحيط. وبعدين من بعد جريح يا جريح. وهادشي كيوقع بالليل، تقدر تدوز حتى 12 الليل. تعرف اللعبة دي؟ لا معرفش. لا دي عندكم؟ كانت عندكم؟ لا دي مثلا تبقى واقف كده وفي خمسة ورا هاكا واقفين يضربك باين. لا انتم عندكم هاد اللعب ديال الجيل ديالكم؟ معرفش. علاش كنقول لك الجيل ديالنا؟ الجيل ديالنا حنا ديال قدماء المحاربين. ايه يا حاج فين؟ فين كيكون؟ حنا كانوا البنات كيلعبوا شريطة، نقولوا لها شريطة. شريطة كيديروا واحد الكارويات اما طوال حتى ل 10 واما كارويات هكا حتى ل 10 حتى في الارض. ايوا ما دي كنا عندنا. لا مش فاكر. لا المهم ليها اسم. وكنا نلعبوا الحجر، نقولوا له مالا جيبوا الحجر خمس حجرات ونلعبوا بيدينا، نلعبوا بحال هكا. وكان لقيش لقيش كان على ايامنا البيلي. ما عرفش بقى كان على ايامكم ولا البيلي. البيبي احنا البي هو البيلي ده. البي والبوسات، البوس هو اللي مزوق والبي كان غير بالحجر. كان على ايامكم البلياردو؟ كان موجود؟ لا كان عندنا البيار. البيار هي انتما البيار ديال الحصين؟ لا ما كان البيار دو هذاك ديال البينغ. بينغ بونغ. لا كان بينغ بونغ. البينغ ولكن كان مقتصر غير على واحد الجمعه غير في النوادي، اما برا ما كانش. هادشي اللي كان عندنا كان عندنا هادشي اللي. وانت هاجر كنت انت نمتي؟ لا معاك. لا هاجر عرفتيها؟ لعبت كلشي. لعبت كلشي. قولي لي لعبت ليبوك. ليبوك؟ سلام ميرات تقعد داكشي ديال الدراري. ايه لعبت شريطه، لعبت بلاستيك، كتصيفطني ماما نجيب بلاستيك للسراول باش تلصقوا في السراول، كنمشي نجيب مترو ليا. نجيب لها نص مترو ونجيب انا مترو باش نلعب بلاستيك. تلعب بلاستيك؟ ملي كتجي ماما تطلع السروال كتلقى بلا بلاستيك كديرو. انا اللعب اللي لعبته انا ما لعب واحد، لعبت كلشي ديال الدراري وديال البنات، لعبت كلشي. يعني كل واحد عاش طفولته. وانتوا يا جدعان كنتوا بتلعبوا ايه؟ يعني ما عرفونا كده كنتوا بتلعبوا ايه. بس تعالى انا اقول لكم على حاجه. وانا بدعبس في لعب سامي لقيت لعب عجبتني قوي وكانت موجوده من زمان يعني. فهي فيها قوه النظر، فدي من الالعاب اللي ما ينفعش تتنسي، او ما اعتقدش ان هي ينفع تنقرض يعني، هي دايما موجوده يعني. انت عارف ايه هي اللعبه؟ عارف انت اللي هي بتاعت الاسهم دي؟ ليش انا كان دي بتتعلق على الفلاش؟ احنا كنقولوا ديال الفلاش. لقيتها عند سامي. سامي عنده انواع متنوعه، بس دي للكبير وللصغير. اللعبه دي حلوه زوينه. وعرفت اش غادي دير انت؟ ايه وانا تلعب بيها، دير بيها تحدي انت. نعمل تحدي انا وانت. التحدي ايه؟ ايوا ماشي صافي خلصان. ولكن انا غادي تقضى على راسك ديال التحدي معاك. ربنا يستر. في احكام على التحدي ده؟ إلا في حكم؟ إلا ربحتي غتخرج بوحدك. ماشي ياك حيت انت خارج. انا خارج. إلا ربحتي غتخرج بوحدك.
الا ربح بابا غنخرج معاك. لا انا هربح ابوك. هربحك. هربحك. ايوا صافي. لا وهلا لا وهلا هاتي والله تربح والله. انا نجيب لك نجيب لك والله اللعبه دلوقتي وعلقها لك. استنى بس خليكم معايا اوعى تروحوا في حته. جبت لكم اللعبه التحدي مع الزوز وهكسبه علشان انزل لوحدي. انت بتعمل ايه يا زوز؟ سخن سخن. محتاج يومين كمان. الزوز بيسخن يا جماعه. وفي تشجيع. انا لما فيش مفيش حد هيشجعني في البيت ده. لا اسمك شجع. الله العظيم. انا هقول لكم اصول التحدي. دلوقتي احنا عندنا ستة من دول تمام. الفوره من عشرة بس كل ضربه فيها الستة دي. يعني انا هضرب الستة مرة واحدة. لو انا جبت واحدة من الستة في اول بوينت مثلا هيتحسب لي نقطة تمام كده. والفورة من العشرة يعني ستة في عشرة بكام؟ بستين. في ستين ضربة هتتضرب مني وفي ستين ضربة من مين؟ يلا يلا سخن من الزوز. ولع الدنيا يا زوز. تمام اتفقنا. اسمع دعاء سخنية. حركة سخنية. جيدا. ودابا غيلعب هو تخوني. يلا بينا نبدا. يلا هوبا. مين هيبدا؟ انت تبدا ولا انا نبدا؟ انت ابدا. انا ابدا. طيب ماشي يلا بينا يا جدعان. انت ممكن انا بص اهم حاجه اول الضربه قبل ما تضربها تقول هتنزل على اي رقم. صافي انا غادي نجي. لازم تذكر الرقم قبل ما تضرب. صافي انا هذكر الرقم يا جماعه فربنا يستر. لا غيدير الرقم. الرقم 20. انا هنشوف. يا نهار اسود. ويلي مرقتينا. مرقتينا الحشومه كاع نقول راجلي تلعب الا بغيتي تلعبوا. لا انا بحب رقم خمسه. يلا خمسه. ما غاتجيبهاش. انا بحب رقم خمسة. بس كده ليا نقطة في الستة. يلا ممكن رقم 20. يا دينا يا دي النيلة. طب رقم 4 كده ضمنت النقطة يا برنس. ماشي اخر واحدة اخر واحدة. يلا على الواحد. يا نهار اسود. كده 1-0 لان جبت نقطتين. نقطتين بس كده 1-0 باينه خارجه معاك. يلا يا زوز استنى الم لك انا كل دول عشان الزوز تحس ان هو هربان من الجيش. يلا بابا ما تمرقناش. مش عايز يبين وشه زيزو. اتمنى والله زوز تبان. ما تمرقناش زيزو عشان يبان بس. ايوه ماشي يلا يلا. ايوه انت تحت هنا. هوبا هوبا. لا لا هو ما كانش كيخسرك. ما كانش كيخسرك ما تبقاش تغش. يلا قولي الرقم الاول. عزيز عليا انا رقم خمسة. خمسة؟ طيب ربنا يستر. خمسة في الأولى. بلاتي 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 بلاتي. بابا دير انتظر حيت ما كيشوفش. بجد والله؟ لا لا كنشوف كنشوف. لا كنشوف. طب ما تتحركش. أنا غير القرب من ما كنشوف. بابا قول الرقم عاد ارمي. مالك زربانة بابا مالك زربانة. ما كنيش كنقول. حاج انت تذكر الرقم الاول قبل ما تضرب. الرقم انا غنمشي له. عزيز عليك رقم كام؟ رقم 9. 9 مش كان 5 من شويه؟ لا 9. يلا هوبا. انا لا 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 راح فين انت؟ لا لا بس هنا. طب اه ما تتحركش من هنا. اقعد اقف فين يا زوز. بتعمل ايه يا حاج؟ عيد هدي صفر يا ماشي. انت قلت 11. بابا انا جات 5 هنا. قلت 9 باين. ماشي 5 هذيك. لا عاد وصلت عندي الخمسة. 12 ولا خمسة ولا انت قلت 9 يا حاج. ما نقص 12 من 5 تبقى 7. انت راجع عليك يا تاني.
زوز ما تتحركش خط البداع زوز ما تغشش اختار رقم اختار الرقم الاول اختار الرقم الرقم غادي ناخد انت قاعد في محل تاكوس ما تخلص يا عم اخشي انا قاعد كنيش جيب لي المنيو جيب لي المنيو يختار ايوه كم رقم كم يا حاج بلاتي كم يا حاج انا ها وما ما اعتقنا هاتي باش تقول لي كم تجيب الرقم عاد نقول لك هذاك الرقم هو اللي بغيتي هاتي طلباتكم قلت لعب يلا لعب وشوف ما لعبت صغير با وما لعبت كبير ودابا غير تخنا بابا غير باش يسعوني يلا العب هاي باسيدي محدش هيشجعها بابا ما غايجيبهاش هاي بالك شفت يعني شفت حتى يعني الحرام ما بيضمش يعني مثلا لما تيجي تلزقها يا حاج قول الرقم الاول يا حاج بابا هو اللي صافي يا بابا قول الرقم الاول خليني التليفون خليني نحرق اسمع لا كده انا هنزل ماليش فيه انا اللي كسبان 1-0 بابا صافي يا بابا في الساعه انت كدابه هو لحد دلوقتي شنو بيدي شنو بيدي اختار الرقم اختاروا لي الرقم انا عندي بابا 15 لا 3 3 ما فيش 3 كاين 3 بابا عندي انا 5 4 يلا خلاص وانت واقف ما تقربش انا نوقف ولا انا واقف يلا يا حاج في انت تطير يلا بابا اضرب 3 اخيرا 3 فينا يا يا نهار اسود عند امي في مصر الثلاثة عند امي في مصر هالطابلو راه ماشي هو هذا ماشي هو ما تجمعش الارقام ها 25 حط مصر معلش طابلو قليل ادب ما ترباش اهو الله ياخذ بهم الحق امين يا رب يلا ما تتحركش اخرك هنا اخر احمد مظهر في ايه؟ برا انتي بس يوم ما تنشن لازم تصيح لسه زينه ما تشوفش فيا ضربتيني بالعين ما تشوفش فيا عين ما تشوفش فيك يلا يا زوز وانت واقف ما تتقدمش باب. 19 استنى قول الرقم الاول الرقم ما هو ده اصول اللعبه قول انا اقول لك ده بنيت الرقم قول احمد قول الرقم الاول الرقم غادي نقول لك الرقم اللي غادي يجيني في الثانيه شنو غادي يجي 20 ماشي يلا بينا الحمد لله قال 13 قدام الناس لا بابا رابح بس يا حاج الرقم دابا غادي ندير الرقم 14 بس الحمد لله خسر الحمد لله خسران ولا واحدة صح هو كلهم داخلين ولا واحدة صح غادي تنقص من الطول من العرض غادي تعطينا معلش يا زوز معلش انا بص انا هعمل زي كده 1-0 تمام انا هقول ايه هذكر الرقم الاول يا جماعة يلا 20 وفي النص كمان ما تجيبهاش في النص يا العين دي عين صقر يلا علي حميده يلا احمد يلا اعتقنا عفركوش يا ابني برفكو شوف يا عزوز قالك ما بين 20 قلت لكم 18 احمد 1-0 لا بابا اللي رابح مين ده 1-0 طلع عليك يا حاج انت ما تغشيش اسمع واش معايا ولا مع 1-0 ليا
واحد صفر الدور عليه. شكون بابا اللي واحد؟ لا هو احمد. عزيز بابا ولا عبليش انا الرقم اذكر الرقم الاول انا نقول لك الرقم تفضل حضرتك ركز 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 قول الرقم وبعد كده اضرب بابا قول الرقم الرقم غادي ندير رقم 12 12 يد من ليه لان انت انا كتجينيني ما كتخليني ياش كده حلو انت كتجي كيبان لي الخيال انا اسف يا زوز تفضل انطلق انت راح فين يا زوز رقم 10 14 ايه ده بابا اللي ربح رقم كلمه حق بابا الرقم ممكن يضيع وقت 17 8 اه بابا برافو بابا برافو بابا الله يحفظك برافو برافو خلاص ثواني بقى احمد خسرتي مين اللي كسبان بابا بابا احمد برضو 1-0 انت لا اش بغيتي بابا لا اش بغيتي واش راني نبقى معذب هاد الطريق مسكينه غادي انا كنوصلها لبلاصتها قلت لها 18 ديتها 18 اصول اللعبه قوة النظر يا زوز لا لا قوة عطيه فرصه يلعب الجوله ديالو صحيح خلاص جاي بابا واش بغيتي يخرج بوحدي لا لا دابا ما غاديش عمرو يخرج دابا 20 تشجيع يا جدعان علي احمد علي احمد علي سلام سلام طب يلا ثلاثة يلا ثلاثة علي حميدة يلا ثلاثة احمد في النص بقى من غير ارقام في النص بس جبت واحد يبقى كده 2-0 بابا ونوض دابا لعبها هتلعب بجد مش نخرج معاه نوض انا احسب لك يا نوض انا خرجت يلا يا الستة بتوعك ملناش فيه بقى هو شحال هو كيترني فيها ما انا ابوك بيعمل كده عشان اخرج لوحدي حبيبي يا زوز انا غير مكفر عليها حبيبي يا زوز انطلق براحتك 2-0 كده يا بابا جوج ديرات تكونسونطرا يلا انا عطيتش غادي دير ما تعطيش الرقم عطيه يجيبها في الوسط اديك انا رقم لا ما تعطيش بابا جيبها الوسط جيبها الوسط جيبها في الوسط لا شي لا اجيبها في الوسط طيب خلاص العب انت على النص الا جبتيها على النص ماشي عطات فرصه يلا هيا طالعه الدرجه الاولى هطلع الدرجه الثانيه هيا طالعه بالنيه ما جاتش هيا طالعه ما تطلعش لقدام خليك كده يلا 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 دي معلش هيا 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 جاية هيا هيا مازال فاضل لك جوج ولا واحدة؟ جوج يلا ما تتقدمش انا عينتك اللي كتهوي انت كترمش هي كتمشي انا رمش مين يا حاج لا هتروح تلزقها لا خليك انا عارفك يلا لا العب غيرها دور ليه؟ العب غيرها لا غير دور بنتك اللي هتروح فيها لا غير دور دور انا خارج لوحدي لا دور ما تشوفش فيها دور انا شفتك في المرايه يا زوز هيا في النص خسران رابح هو هو اللي جمع على بنته هو اللي جمع خاصك تلعب على النص بس لا على النص دابا على هذا اللي لعبنا انا وياك حتى شي واحد فينا ما غادي يخرج يمكن غادي نعتقبونا بالدار احمد صافي غير خرج خلاص كده صافي غير خرج اخر مره دي اخر مره ما صافي حيت انت اللي رابح الحمد لله انا بس نلعب دي بقى ونشوف في النص بس مش ارقام ماشي زيد ميرسي ميرسي يلا 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 زيد وحده اخرى زيد وحده اخرى حنا بغينا بعزوز اللي يربح بعزوز ما يلعب بالعب دابا عرفتي اش غادي دير بعزوز غشاش لا لا دابا ملي ما شفتيهاش شفتيها مره وحده غادي تخرج غير نص الطريق وترجع بحال هكا لا حق فيا انا شفتيها في النص حق دابا حق انا العبك طيب بظهري يعني حشومه بس لا بص هجيب واحده اكيد يعني استنى لا بقيت متبعاك والله لا خرجتي بقيت حياتك كلها هنا في الدار مش عارف نجي لا في البنت حدا شويه شفتيها لا ما شفتيهاش لا لا لا
في الواحدة. لا صافي غير وحدة صافي. طب استنى. صافي غير خرج. عندي حاجة تانية. احنا ممكن نعمل ايه؟ وانا مخبي عيني. اه. ماشي؟ اهو. لا تشوف لي التمعينك صح. لا تشوف لي الشو. اهو يلا. في البلح؟ عشان يصيبوا ورا التمعين حلوا ما درهم. هلا. صافي. يلا استنى. دابا خلاك تلعب غير بوحديتك. انا هاوف كده. تاني يلا تعالي من هنا هول قفل برضه الناس تشوف ان انا قافل عيني اهو ابصلهم برضه الغشاش زيد اهو هو في ايه السفليه اللي تحت ده انا ناقص يلا معلم معلم يلا اهي يلا دي في النص يلا سير عادي اش غدير دابا هتمشي اقولك اش غدير غادي توقف تحت هذيك زيد طلع فوق الحاف ايوا وهي وحلي يدك هكا ايوا وبابا غايجي وخصو ما يجيبهاش لك هنا يجيبها لك في جبهتك طب ما لفيه احسن سير وقف ايوا هادي هكا اقل حاجه ديرها مالك سير وقف باش بابا يربح عامل كده هكا عايز ابوك يربح على حساب انا وبابا خصو يجيبها لك هنا على حساب ان هو خصو يجيبها لك ما بين عيني لا 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 عرفتي اش غادي يدير فكك ودرتها ما غاديش يخرج هو انا غنخرج عليه ينفع زوز انا كده كده انا كسبتك وانا خارج لوحدي اشوفك بكره ان شاء الله المهم طبعا هرجع عليك حين الرحيم مع واحد اللعاب اللي ما كانوش بص من الالعاب الجميله قوي اللي عمرها ما هتنقرض وبصراحه يعني في افلام في العاب بتطلع دلوقتي معرفش هي اصلا الالعاب كلها كانت فيها حركه كل شيء اللي كان كفايه بابجي اللي هبلت الدنيا انا واحد من الناس بلعب بابجي بصراحه بس برضو يعني مش ممتعه زي دي فاهم الدنيا كل الالعاب كلها جالسه في الارض ما كتحرك احنا ديالنا كلها كانت حركه اها احنا ديني فريق كنا فيه الحركه كنا نلعبوا البيه فيه الحركه البنات الشريطه وداك القيوش كان كيلعبوا سميتو كل الحركه ديال اليدين وكيلعبوا ما كيعياوش ما كيتعبوش ولاستيك كان كيديروا لاستيك هكا كيدين نقضوا فيه كلشي كانت فيه الحركه دابا هادشي دابا اللي ولا الانسان قابط التليفون قابط الموبايل كل حاجه ولا هنعمل ايه يا زوز بقى خليها على الله بس انا ما سخناش بيكم وقولوا لنا انا الحمد لله انا كسبت فبرضو اكدوا ان شوفونا انا يعني غشيت الزوز ولا حاجه ولا انا كنت صح نشوفكم على نشوفكم على خير السلام عليكم Sedan.